مقاتلات قطرية تهدد سلامة طائرة إماراتية مدنية أثناء عبورها الأجواء التي تديرها مملكة البحرين ظهر الأحد وفق ما ذكرت وكالة وام الإماراتية. السعودية تجرم تجسس الأزواج على هواتف بعضهم، حيث جرم القانون الزوج أو الزوجة في حالة التجسس على هاتف الآخر بطريقة غير مشروعة، والتي جاءت ضمن لائحة نظام الجرائم المعلوماتية بحسب ما نشرت وسائل إعلام سعودية. الجنسية الفرنسية الأفضل عالمياً والإماراتية الأفضل عربياً، فتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أفضل الجنسيات العربية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تلتها الكويت في المرتبة الثانية وفق مؤشر جودة الجنسية الذي أصدرته مؤسسة هنلي أند بارتنرز.